وصلتنا تعليقات لرحلة هاشم وهايس في مدريد، وكان سؤالهم ليش ما تطلعوا عوائل في رحلاتكم؟ حبينا نقول لهم إنه STC كانت مخططة للموضوع من بدري. بداية القصة كان باختيارنا لأحد عملائنا اللي طلب خدمة جود 3 الجديدة، وقبل التركيب بيوم اتواصلنا معاه وعميلنا أستاذ خالد اتجاوب معانا وحددنا الموعد. خلاص الساعة 8 إن شاء الله بالضبط هنكون عند باب البيت، إيش رأيك؟ طيب ممتاز كويس خلاص تمام. وفي اليوم الثاني كنا جاهزين أنا وفريق العمل للمفاجأة، وطبعا أستاذ خالد استغرب من الكاميرات الموجودة. الكاميرات هذه طبعا انت عارف جود يعني من اسمها مرتبط بالكرم، وجود حبت تقدم لك هديه بسيطه، هي عباره عن تلفزيون 60 بوصه سمارت تي في، فلو تسمحنا تكلم كل الشباب بس يدخلوا يركبوا التلفزيون. يلا تفضلوا شباب. بعد التركيب عم خالد كان مبسوط جدا، في حواري معاه طلبت منه حضور ابن تركي عشان نبسطهم اكثر بمفاجاه اكبر. هذه مفاجاه زي ما قلنا لكم، هي مفاجاه للعيله كلها، ان شاء الله كلكم تنبسطوا تستمتعوا فيها. بس انت تحب الكوره؟ ايوه. ايش رايك لو نعمل لك تجربه تتفرج مباراه كوره، لكن هذه التجربه تكون اقرب، يا ريت والله تجربه غريبه، حتكون تجربه يمكن كثير يتمنى. بس يا ترى ايش حتكون هذه التجربه؟ الحمد لله على سلامتكم، حتفتحوا اليوم وبكرة حتعرفوا إيش محضرين لكم قبل المباراة. انتهت جولتكم العائلية عم خالد، وقت التجربة الأهم حان موعدها اليوم. الجماهير وصلت الملعب من بدري، وعم خالد وعيلته وصولهم حيكون مع بعثة فريق مانشستر يونايتد في طيارتهم الخاصة عشان يحضروا مباراتهم ضد بايرن ميونخ. وبعد المباراة كنا محضرين لهم جولة في أحلى الأماكن داخل ألمانيا عشان تكون رحلتهم أجمل رحلة عائلية قضوها في حياتهم. جود وتستمر المفاجآت.